ومن عناوين الأخبار إلى تفاصيلها. وافق مجلس الوزراء على جميع توصيات تقرير لجنة إعادة الجنازة، وتمت إحالة التقرير إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتنفيذ بصفة الاستعجال. وبحسب التوصيات سيتم إعادة الجنسية لعائلة البرغش بالمادة الأولى، بينما سيتم منح الجنسية لست عوائل أخرى وهي المطيري، الخثية، شماس، العنزي، أكبر، العتيبي، والربيعة. اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ثم نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين المعنيين بهذا الملف وأعضاء مجلس الأمة الذين وقفوا موقف واضح من هذه العملية ومن هذا الملف. كذلك لا ننسى الشكر للجنة المشكلة من قبل صاحب السمو، نتقدم لهم بجزيل الشكر لسرعة العمل وإتقان العمل في هذه اللجنة. الشكر مقدما لصاحب السمو الذي أمر بهذا الأمر وفتح المجال لكل الجنازة التي تسحبت من سنوات عديدة، وفتح باب من أبواب الخير، والحمد لله رب العالمين. هذا أمر أشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يفوتني الآن أن أشكر الشعب الكويتي على موقفه معانا، وأخص بالذكر اليوم توقفي عند شكر عائلتي التي عانت لمدة 3 سنوات وتحملت الأمر. الحمد لله رب العالمين، مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيعيد الحق إلى أصحابه، والحمد لله صبروا ونالوا كما قال الله جل وعلا وبشر الصابرين. ونشكر الجميع على فرحتهم، نشكر الجميع في من الشعب الكويتي اللي اليوم تواصل معنا وحضر عندنا فرحا بهذه الموافقة اليوم وبإعادة جنازي عائلة البرغش والأخوة المتبقين في الملفات التي تم الموافقة عليها. الحمد لله حمدا كثير، ونشكركم على هذه الاستضافة وجزاكم الله خير. اليوم الحمد لله يعني تم تنفيذ مكرمة صاحب السمو بعودة جناسي آل البرغش ومنعهم من البقية، ونشكر صاحب السمو على هذه المكرمة التي وعدنا فيها قبل شهرين، واليوم يعني تحقق هذا الأمر بعودة تلك الجناسي، ومتفائلين إن شاء الله أن في الأيام القادمة ستعود يعني باقي الجناسي لمن يستحق إن شاء الله في المرحلة القادمة. نشكر رئيس مرزوق الغانم ورئيس البرلمان، ونشكر كمان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تعاونهم وسعيهم على هذا الأمر. نشكر الأخوة النواب الذين سعوا في هذا الأمر، تحملوا، صبروا، واجهوا إلى أن تحقق هذا الأمر. أنا أعتقد أن هذه نوع من أنواع التعاون البناء اللي ينشد بين الحكومة والمجلس، إن شاء الله يكون فيه هناك مزيد من التعاون البناء لتنمية البلد وللصالح العام، متفائلين إن شاء الله في المرحلة القادمة. الأجواء كانت يعني سعيدة جدا يعني، وهذا الخبر لم يسعد بس يعني عائلة البرغش وبقية الأخوة التي صدر أمرهم بعودة جنازيهم، إنما كان فرحة عارمة للكل يعني، لأن الناس لا تقبل يعني إنه الناس كانوا في أوضاع يعني ما هي زينة، الناس تبي ترجع حقوقها، الناس تبي ترجع مواطنتها. أصعب شيء من الشخص أنها تنزع مواطنته، شيء مؤلم جدا يعني هذا الأمر، لكن الحمد لله الناس كانت فرحتها كبيرة. الناس تشكر لصاحب السمو وتدعو له إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله. والأجواء يعني الحمد لله أجواء يعني فرح وسرور في هذا التوقيت، إن شاء الله تكتمل فرحتنا في عودة باقي الجنازة إن شاء الله. إن شاء الله الدفعة الجاية أتوقع بعد أسبوع 10 أيام ستعود جنسية السيد أحمد الجبر ومعه يعني مجموعة أخرى من 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 المواطنين إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.